أقدم موظفو الأجور اليومية في جامعة القاسم الخضراء بمحافظة بابل على إغلاقها مطالبين بتطبيق القانون رقم 315. وبيّن مراسل قناة زاكروس في بابل أن المحتجين قرروا إعلان الاعتصام المفتوح في بوابة الجامعة لحين تحقيق مطالبهم. عقود جامعة القاسم الخضراء قرار 315، اعتصامنا مفتوح إن شاء الله حتى تؤخذ الحقوق، كلا للتسويف كلا للمماطلة. تخصيص المالي احنا صارنا من الأسبوع السابق وإن شاء الله مستمرين حتى نأخذ الحق، لأن كفى مطالبة حقنا لازم نأخذه. تخصيص المالي بعد خدمة السنوات اللي خدمناها للجانب التعليمي وللعراق، العراق يستاهل، بس خيرات العراق وينها؟ إن احنا إن حق بيها. تخصيص مالي مالتنا وينها؟ نفاجئ بأن تأتي الموازنة إلى جامعة ولم يأتي بها أي مبلغ لهذه الفئة. أين هي المبالغ المالية؟ أين واردات العراق؟ أين نفط العراق؟ لماذا لم نرى وزيراً أو لم نرى مدير عام يقطع راتبه أو ينقص من راتبه فلس واحد؟ وين هالمبالغ؟ وين الفلوس؟ أين تذهب؟ نحن مصرين وإن شاء الله هذا اعتصامنا قائم حتى تحقيق المطالب، وسوف يكون لنا تصعيد أكثر من هذا إن شاء الله في الأيام القادمة، يرون لم يروه سابقاً. عقود 315 جامعة القاسم الخضراء قمنا بإغلاق الجامعة من بداية الأسبوع، ومستمرين بالاعتصام في باب الجامعة إلى تحقيق المطالب، علما أن خدم الجامعة 8 سنوات بالمجان. لذلك نطالب تفعيل قرار 315 بالتخصيصات المالية وتثبيت واحتساب فترة الأجر اليومي من ضمن فترة الملاك.